على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. سلفرح ذم قران نرزد في اللون ثرزامد في اللون نمللد ذو خام ذو الجامع الشيخ الحداد داقي ذي ثمو ذي عززقا الجامع عامر الحمد لله الجامع ذي جعل ربي كل جوامع ذو قذي عمر إن شاء الله. كلمتي بعنوان القرآن معجزة خالدة، كلمات مركزات تسمعها الآن، نبين ونبرز أهم أو بعض وجوه الإعجاز في كتاب الله العزيز. مدينة القرآن معجزة خالدة إترنيل أكارث قيم سقوس مثي دينزل ربي سبحانه ألم مثنير الدنيث أذي قيم وولقي محفوظ يتوحفظ محفوظ في الصدور قبل السطور إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن هو كلام الله المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقئن بالتواتر المتعبد بتلاوته إلى آخر ما تعلمون من قيود التعريف. وجوه الإعجاز باختصار وبتركيز سنتنشفو في السوسيف، الوجه الأول هو الإعجاز البياني. وكذا مزوارو القرآن انزلت استعرف ربي في سورة الشعراء الآية 195 بلسان عربي مبين، ربنا تقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الإعجاز البياني هو أول وجه من وجوه الإعجاز والآيات دالة على ذلك. العلماء قردشن ثمسل تاقي أطاس سيسن الزمخشري أساس البلاغة دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني وقي من سدنة اللغة العربية تعرف سويقاذ يتخذ من فلاسطاس يقذشن فلاسطاس يونس كذورار من اللغة اسمي عبد القاهر الجرجاني سع كتب منها كتاب دلائل الإعجاز إفكاد إشارات لطيفة بديعة عن الإعجاز البياني في كتاب الله العزيز. الخليل بن أحمد الفراهيدي وين دي جان علم العروض وين يجي يخدم ذاك تعرفت مليح إيجاد أعظم مرجع ذي المعجمية اسمه معجم العين. معجم العين سأنوي ذافي صاحبه هو الخليل بن أحمد الفراهيدي إمسنوان نم قرانان إقغران ثيم سلاقي ذقنند باللي القرآن الكريم يسعى وجه عظيم من وجوه الإعجاز. ذيني من الشيخ نغيم زورة أما الشيخ رزق الشرفاوي الأزهري داقلنا الله يبارك شرفا بهلول أما يكذل الشيخ نغيم غارني وكم قرانا إكسغارين سيدي خليل إكسغارين تفسير القرآن إلى آخره صغارين القرآن يثم عمرين سلمذنا والربي أمعنا أرنو ناس تعرف أي غار خطر سوش أثفهمض إنا أنزلناه قرآن عربية صغارين ثاج الرمث أتصدقي تولى غديون وقاذ يغران ثاج الرمث الآجرومية أتعيون وقاذ قارن القرآن بشذ فهم أول ربي عزيزا. إذن بلا ما طول في اللون باختصار الإعجاز البياني إلا الوجه النظر للإعجاز ذا شوث الإعجاز التشريعي
الإعجاز التشريعي المعنى يسوى لربي سبحانه، هو كتاب هداية وتشريع، كتاب هداية وتشريع، يعني أنف ذقوال ربي أين رغي ولهن سافريذ سلامة ورثكين دما سافريذ شرعيث الطريق المستقيم الذي ندعو الله باستمرار، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وفي وقال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صفر ذي شوية شوية كان العقل الذي حضر أدنى حضر في بعض وجوه الإعجاز التشريعي، مثلا أتفضل سورة البقرة ربي ند في الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا، يوث الآية، ولكن أرجو الآية شديت غل آية 280 من سورة البقرة، شديت غل آية 282 من سورة نفسها أطول آية في القرآن، شديت غل آية 21 من سورة النساء، شديت غل آية 19 من سورة النساء، شديت غل آية 231 من سورة من سورة البقرة. في كذا قد الآيات باش كان نربح الوقت هذا كن ديني أرجو آيات، ولكن ما دنس غير التأويل غير التفسير أد سفغن العلماء أي الروج ذقوين يعنان لقوانا للوا أي يعنان لونكادرمون بومذان ذي الحياة التشريعية، ماشي ذين يكفون باش نحكوا في الأسب التفصيل، ولكن وأحل الله البيع وحرم الربا أدهضر في أنواع العقود، عقد المرابحة، عقد المضاربة، عقد الاستصناع، العقود الإيجار المنتهية بالتمليك، منكش مدي الشركات المعاصرة سلمك أور صار لك في قادقي سعانت أزار ذي الشرعيف سعانت شركة التضامن، شركة المساهمة، شركة ذات المسؤولية المحدودة، مازال يندني على سبيل المثال أدنو غلغ الليلوى القوانين، مثلا القانون الجزائري للوى 75-58 قانون المدينة الكود سيفيل المعدل والمتمم سي المادة 53 لماذا المادة 673 يون العنوان اسميس العقود والالتزامات، ها يون العنوان أتفض أكثر من 500 مادة قانونية أراد شرحا بعض الآيات قوم السلام أربين في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود لي كونترا لي زونغاجمون عقود، ولكن القرآن معجز سترى القرآن معجز ماشي القرآن غادي يفكن لي ديتاي غادي نخدم أور صار المساهمة تضمن، لا ربي ند العقود ال ذي تعرف تفيد الاستغراق والشمول. إذن آية واحدة تجد نغمتين 75 سورة البقرة الآية النظام يعني عون تدسية وسية، ولكن تجي وحدها تكفي أرنويس آية المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أدنجف ذاك الأحكام الشرعية يشدن أرثو ذرثنا تنظيم الحياة التجارية أي يعني عن التجارة، تنظيم الحياة المدنية كوتي سيفي الجانب المدني، الجانب الجنائي إسلامي الشيخ يدغر الآية ألا تزير وزيرة وزراء أخرى فقيت هذه الكود بينال في العالم ماشي في الجزائر المنظومتي، معنتها لا يؤاخذ الإنسان بجريرة غيره كولي ونين زرع عاثم ير أثي غلث، المعنى يسل القانون العقوبات الكود بينال اسمي سل عقوبة شخصية. إذن الجانب التشريعي دقيق عميق، أما يعني التوشل، أما يعني أن يثمت المجتمع، أما يعني التجارة، أما يعني العقود، أما يعني الفونسي من قاتل من كل فونسي يأكل هموما جنسا ذي الفونسي، أما ذي الترقية العقارية 104 عجب
إذا جمعت الخير مجالس القرآن من مقاصدها إعمال العقول كما كان يعمل السابقون. معليش السلسل ممتع، كلام الله معجز، سكينة وراحة وطمأنينة، ولكن ذا غنستخدم اللغنة. أدرنو مثال آخر في الجانب الإعجازي، صبروا معايا أدفتغ، حاولوا تجاوبوا معايا، يعني معليش الجميع. يموت بنادم إيجاد ثمطوث، إيجاد يليس زوجة بنت، إيجاد بنت ابن، إيجاد أخت شقيقة، ثمطوثيس يليس يليس نميس والتماس تشقيق. فريضة يندير فريضة، يلا كم ترث الزوجة؟ جاوبوا بالصواب، بالخطأ لا يهم. الثمن، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. الدليل في القرآن الآية السابعة وما بعدها، ذينا ربي مدين الآية السابعة، للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون إلى آخره، الميض الآية 12 بعد الميض، ذينا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، بل ما نغرد الآيات. صافي الثمن، نمسفهم الثمن. البنت كم ترث البنت؟ النصف، لماذا؟ لانفرادها وعدم وجود عاصب، نمس فهم إعجاز شريعي. طيب بنت الابن، يلا ذاك سمحتي نكدوا الآية، واحد منكم يطبقها لي بعلم الرياضيات، يعني لو كان ما تقراش الرياضيات والمعادلات مستحيل تجيب عن هذا السؤال. لاباس ناخذ مستحيلة وجها لوجه. ربي ناد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. طبق هذه الآية على السؤال الذي ذكرته، أو استعن بهذه الآية في الإجابة عن السؤال. أي واحد منكم اليوم، حتى المشايخ، يعني خاوة خاوة، أرنا في جامع الشيخ الحداد، المستوى هنا الله الله يا خاك الشيخ سبعي، أي تفضلوا تفضلوا، وإلى نصيروا العيشة نجيبوا الفجر نريحوها هنا، غلقوا البيبان يا الخاوة. هذا كلام ربي، درك فرضا رانا في مؤتمر كبير، وكاين وكاين ماشي كاع يحبوا القرآن، كاين اللي يقول لك القرآن هذا ما كاين والو، لازم الإثبات بالدليل والبرهان، الإثبات بالدليل والبرهان. ربي ناد في سورة البقرة الآية 111، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذيك هي رب غادي قرا، يعلمنا الحوار، يعلمنا الحجة، سلي زارغيمون. للأسف لا. نعم السدس، أعطيني الدليل من الآية التي ذكرتها. أها ولكن لو كانت دير لي بالرياضيات بالمعادلة المجهول واحد، لأن المسألة هنا هذه الآية فيها معادلة. صحيح ما قاله الشيخ جزاه الله خير، ترث السدس تكملة للثلثين، ان سيزيام بلس ان دومي ايغال دو تيير، هذه هي. ولكن فغير بلغة الرياضيات، يعني جواب الإمام صحيح، ولكن كيف توصل العلماء باش دفنا سيزيام؟ لأن الآية لم تذكر الآية، الآية ثنات دو تيير، يعني دينير ولا شطاب الله غالب، ان دومي النصف زائد اكس سين ايغال يساوي 2/3. لا يثبذرد النصف وثبذرد لدوتير الثلثين، ولكن إلا إكس إلا حاجة مجهولة، ثقي قرناس المعادلات ذات المجهول الواحد. واحد منكم بسرعة يجاوب أصحاب اللي بروفيسور تاع الماتول، أتفضل نوردي. لا لا مش هذا هو المقصود، سؤال لم يفهم. أنا قلت الجواب صحيح، حبيت بالمعادلات، ماشي دوتير موان دومي، لا ان دومي بلس اكس ايغال دوتير، سوفغيد المعادلة سوفغيد اكس نيشوث.
ايوه ثورة راك بديت الجواب الصحيح اكس ايجال كمل توحيد المقامات وكذا ومازال يعني شكرا على هذه الإثارة كانك إذن أدنى في الصحة السدوس وما لن تحقق أن في النصف زائد السدوس في دينار ربي القرآن ما قالوش بالرياضيات تتفهموا نديروا نتحقق توحيد المقامات العلاقة بين 2 و 3 هي علاقة 2 تيار بلس 1 دومي معناه 2 و 3 معناه علاقة التباين 6 هو نوحد المقامات بالستة 6 ديفيزي كذا في الأدف الأخير أدنى في 4 سور 6 4 على 6 نختزل 4 على 2 يساوي 2 6 على 2 يساوي 3 أدنى سوفر دو تير تجي آية واحدة في كتاب الله العزيز لو كان نسيولي الآية النظام الآية 176 من سورة النساء أنسيو لسورة الأنفال أدنوغ الآية 12 الآية 13 أنا فكرون دي الآيات اللي تحتاجوها دروك نعطيكم مسألة أخرى مات واحد وترك زوجة ثمطوث وترك بنتين ثلاثة تقشيشين وترك أب ذفاس وترك أما إماس خلاص يلا كم ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث كم ترث البنتان صحيح بارك الله فيكم دوتير يعني في اثنين على ثلاثة لتعددهما وعدم وجود عاصب كم يرث الأب فافاس سدس والأم شحال ترث السدس الآية ربي ناد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ولد قد يكون ذكر وقد يكون أنثى قد يكون ذكر أو أنثى معناه درية طيب ولكن دقي الفرع الوارث مؤنث صافي الأب عنده حاجة زيادة يرث الأب هنا السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث نمسفة يلا أصل المسألة كم فيرتيو لك يا ايماجيني اصل المساله توحيد المقامات بلغه الرياضيات 24 سوا منين جاتك 24 كاين الثمن ان ويتيام كاين السدس ما هي العلاقه بين 8 و 6 هي علاقه توافق عدد زوجي مع عدد زوجي علاقه توافق تقتضي البحث عن الوفق واخذ مقام الكسر الاول المقسم على الوفق والناتج يضرب في مقاسم المقام الكسر الثاني والعكس صحيح يعني 8 ديفيزي بار 2 يساوي 4 4 فوا 6 24 نغ 6 ديفيزي بار 2 يساوي 3 3 فوا 8 24 نمس فهم 24 كملوا ايا خرجوا الاسهم كم ترث الزوجه ثلاثة خطر ان ويتيام تاع 24 ثلاثة اسهم شفوا عليها والبنتان شحال يديو دو تيرث اثنين على ثلاثة نتاع 24 شحال يساوي لا ماشي ثمانية 16 ياخذوا كان عندنا الكالكولاتريس عندنا على بالكم بكلمة كان كالكولاتريس كان الحساب ذهني دونك ستسمعوا المفاجأة كان سيربريز بكري ما كاش كالكولاتريس ما كان والو هكذا خطر دو تير معنا 24 ديفيزي بار 2 شحال هي فوا صافي نسد يعني 16 48 42 ديفيزي بار 3 ضافض 16 صافي ثلثي 24 16 نمس فهم شفا الزوجة عندها ثلاثة البنتان عندهم 16 والأب عنده أنسيزيام شحال 4 والأم 4 اجمع لي برك ولات 4 4 8 زائد 3 زائد 16 شحال يساوي 27 هذا سيد رئيس البلدية والأمين العام يقول سيد سواسوا 10 27 عندنا مشكلة هنا أصل مسألة 24
ومن بعد وصل 27 ماذا حصل؟ ما شاء الله بارك الله فيكم يا مشايخ، على بالي بنحبكم صافي ندير رايي معكم يعني نورمال. إذن عالت المسألة، عالت المسألة من 24 إلى 27. السؤال الزوجة شحال تدي الآن فينا شحال تدي؟ هي عندها ايتيام في القرآن، ولكن في المسألة هذه شحال ولات بعد عول المسألة حسابيا؟ ثلاثة بارابور 24 يعني ايتيام، اي ثلاثة بارابور 27 بارابور 27 النفيام، النفيام من غلا سي النفيام. ولكن الزوجة تقول لك انا اعطي لي ايتيام، ربي اعطى لي ايتيام. الحكاية هذه صرات، هذا السؤال طرح على علي بن أبي طالب في مسجد الكوفة، راح يدير جمعة، هذا المخلوق قالت له يا إمام مات زوجي وترك كذا كذا كذا، هو في طريق يدير حساب رياضي، كي طلع في المنبر بعث لها أسماس، أسماس ماشي بالبورتابل بالخطبة، ثم لقى دعوة فيها ان ويتيام ولا ان نفيام. قال الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا وإليه المآل والرجعة ولكل امرئ ما يسعى، وسمعنا الآية. وبعدين قال صار ثمن الزوجة تسعة، معنى يا المرأة وليو باش تدي ان ويتيام او ضرك ولات ان نفيام. وكان الجواب بحساب ذهني، وهذه المسألة مشهورة لذلك ارتبطت بالمنبر وسميت بالمسألة المنبرية. الشيخ رشيد أنا أعلم اليوم بتجاوزت الحدود، ولكن علم الفرائض يقتضي ذلك، نقص لي في المكالفة المحادثة الثانية. شكرا لكم وشكرا على مشاركتكم. هذا الوجه الثاني هو الوجه الإعجاز التشريعي، إذا بقي وقت نكمل أوجه الإعجاز الأخرى. شكرا لكم.